هي الأفراد بتبعتك هنا في الابلكيشن البورتال متواصلة ومستمرة بقالها سنين. وطبعاً بنشكر الأساتذة الفاضل اللي كانوا قائمين على هذه الكورسز والأوتريتشز. يمكن فات أيام كبر الباز وكانت دايماً مستمرة في كل المحافظات. ما ننساش الرول المهم للأستاذ الدكتور هادي حافظ والرول المهم اللي بيقوم بيه الأستاذ الدكتور حسين شعيشع دينامو الجمعية فيزيكالي وساينتيفيكالي وقاطرة العلم والقلب بالإضافة إلى كل مركز المنصورة كلهم متميزين كده. طبعاً التوبك دوت من التوبكس المهمة لأن إحنا في مصر معروفين بأن إحنا أكبر دولة في العالم فيها برسنتج أو هيباتيتس سي فيروس. ودايماً أنا بنوه إن الستاتستكس اللي اتعملت من خلال الـ WHO كانت مغلطة وكانت بتقول ان احنا عندنا نسبه عاليه جدا وقالوا انتوا عندكم حوالي 14 مليون واحد وعندهم هيباتيتس سي. وبعد كده دلوقتي عملنا المشروع العظيم الدوله تبنته بعلاج الهيباتيتس سي فيروس وعالجنا حوالي 1.5 مليون او يمكن اكثر. ودلوقتي فين الباقيين؟ فين ال 9 مليون بقى؟ مش موجودين. راحوا فين؟ ما حدش لاقيهم. ودلوقتي بيعملوا ايه بقى؟ They are screening to detect the cases وبيقولوا بس هم في ناس بس هم مش عارفين، امال انتوا حطيتوهم من الاول في الستاتستكس ازاي وانتوا انتوا عندكم 14 ولا 10 ولا اكثر من 10 مليون، ال 9 مليون راحوا فين؟ والاغرب بقى ان فيري ريسنتلي يمكن امبارح ولا الاول واخدين دعم ولا مش عارف ايه من مش عارف كام 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 مليون عشان نسكرين تو ديتكت تو تريت الهيباتيتس. يعني فده معناه ان احنا كان الانيشال سكريننج داتا فولي بايت انما ده في الواقع فادنا ما ضرناش. لان احنا لما قلنا طبعا حلوه انت عندنا بالك دوت عاوز بقى ايه ليت اس تريت ذيس كاتيجوري ودونا دعم ومش دعم مش عارف ايه استفدنا من البايس اوف دي دبليو اتش او. هنركز في ال 20 و 25 مينتس القادمين على المانجمنت هيباتيتس سي in relation to transplantation وهي دي الأجندة. ولو جينا نتكلم على الـ patient والـ blood survival هنلاقي الـ records كانت متضاربة شوية في حين إن الـ records القديمة كانت بتقول إن في significant impact of hepatitis C positive على الـ patient survival وكذلك على الـ graft survival. والكلام ده records قديم. وبعدين جت بعد كده ريبورت احد شويه كان فيها سام بايس في ناس قالوا الهازارد ريشيو ديفنتلي بيزيد انما في ريبورت بعد كده قالت ان مفيش اي ديفرنس ما بين البوزيتيف والنيجاتيف وده كان ريبورت احدث شويه. وخلوا بالكم ان الريبورت دي 2012 والدايركت اكتيف انتي فايروس طلع سنه كام؟ سنة كام الدايركت فايروس؟ قريب 2013 و14 فالريبورت ده قبلها أول ما يطلع الدايركت أكتيف أنتي فايروس هتلاقي بقى داتا تقول أه لا ده مهم ولازم نعالج ومش نعالج. فدايما أنا بستريس على الحتة دي إيه؟ إن إحنا دايما نيفاليويت أور داتا إلى فير أند لوجيك إيفاليويشن. ده برضه قال الابلكيشن بلس فايبر نص لو دي فاليو مش واصله لاقل من 0.5 او نو فاليو. هلاقي بعد كده ريفرنسز احدث بقى 2014 ودي عندها ساينس مهم في الباثولوجي والبوتاتسي بروفيسور فابريزي كان معانا في مصر هنا في الكونسنسس ميتنج لو انتم تفتكروا السنه اللي فاتت قال ان مقبل الابحاث بتقول ان في هازارد ريشيو مهم للهيباتيتس سي على الافيشن والجرافت سرفايفل وان الهيباتيتس سي بوزيتيف عندهم جرافت سيكند سرفايفل او افيشن سرفايفل سيجنفكتلي اقل من النيجاتيف وكذلك الجرافت سرفايفل. وقال ان يمكن البايس اللي كان موجود قبل كده كان عشان الاسنك جروبس مختلفه وقال ان السيجنفكتس بيبقى مور كلير في الافريكان امريكان وغالبا هو ده الكلام الاضاءه.
البيشنس اللي بيزرعوها دي بيبقى الدكتور سيرابي المنتج السيرابي، فهو ابتدى يحلله هل كان في فرق للهباتات سي بوزيتيف والنيجاتيف الدكتور سيرابي، يعني نديهم ولا ما نديهمش، والامباكت اوف ذيس اندكشن ثيرابي على البيشنت والجرافت سرفايفل. فالريكومنديشن اللي كانت خلوانه دي 2012 قالوا اتس بيتر تو افويد الروتين يوز او اي تي جي اند سيرفيسات بروبرتي، يعني افضل بقى لو واحد عنده مره الانفكشن ما نديلوش. انما كل الكورس اوف بريس ايجنتس كان بيدوك تعالي خالص. وخلوا بالكم من كلمه اول دي، ها لان هاجي اقول لكم بعد كده ان في كاتيجوري معينه لا مش اول، ها انما ده الجايد لاينز وده الريكومنديشنز. واي وود ريفير لسمثينج برضه، ان كلمه جايد لاينز ار جايد لاينز تدلك، they are not rules. احنا للاسف بناخد الجايد لاينز از رولز اند ابلاي ذم از رولز، وده خطا شديد اولا في الابلكيشن ومانع للتطور والتقدم. الجايد لاينز دليل ليك بس، انما مش شروط. انا هكومبير ستادي ديت في 2013 ما بين تو جروبس، ما خدوش جروب ما خدش اندكشن اي جي وفي جروب خد اندكشن اي جي. وكان دي كان فيها خلوا بالكم بقى ايه، مش ريسيبيانت بس، الدونر اتش سي بي كان بوزيتيف لبوزيتيف يعني، ودي كان فيها 18 بوزيتيف لبوزيتيف، يعني كل الريسيبيانتس كانوا بوزيتيف، انما هنا الدونرز كمان دول كان فيهم 9 بوزيتيف، وهنا دي اللي خدوا الاي تي جي كان فيهم 18 بوزيتيف، وده الفرق بين الاكتف انتيبودي اللي كان اكتر من 80% كان في الجروب اللي خدوا الاي تي جي كان اكتر. عشان بعد كده نقدر نعرف الفرق في النتيجه، هل كان ناتج عن الاس سي بي بوزيتيفيتي ولا مش ناتج عنه. هنا هنلاقي ان اللي ما خدوش اندكشن الجرافت سبيشال سبايك ما حصلش، فبالتالي اللي خدوا اندكشن هم اللي كانوا احسن. فالمعنى كده ان الاندكشن ثيرابي مفيد مش مضر. والجراف سرفايفل في النو اندكشن كان اوحش، فبالتالي انا محتاج للاندكشن ثيرابي. فالبرنسبل ان الجايد لاينز يقول لك دونت يوز اي تي جي، لا ما هوش كونسبت صح. واستخدام الاندكشن ثيرابي ستيل بنفيشال ايفن ان هيباتيتس سي بوزيتيف كيسز. طب لو حللنا بقى الدونر بوزيتيفيتي، هنا هنيجي نشوف البيبر ديت عاملها واحد في سنه 2017، هيشوف اللي عندهم بوزيتيف ريسيبيانتس، هيشوف لو اديناهم بوزيتيف دور انتي بودي بوزيتيف واللي خدوا من نيجاتيف دور، هل في فرق ما بينهم ولا لا؟ هنلاقي ان اللي بياخد من نيجاتيف دور السرفايفل بتاعه بيبقى احسن من الدور بوزيتيف. ده بالنسبة للبيشنت سرفايفل. وهنا برضه بيبين لنا ان فيري سيجنفكت ديفرنس في الالوجرافيكال، دي بقى الجرافيك سرفايفل نفسها اللي فاتت كانت البيشنت سرفايفل، ودي الجرافيك سرفايفل اللي كان الدونر بوزيتيف بيبقى الاوتكم اوف الجرافيك اقل من الدونر نيجاتيف. الدونر نيجاتيف ديفنتلي احسن، ودي برضه بتبين لنا في كتب تانية دي بتاع هيرو انذر ستادي، بيبين لنا ان الدونر نيجاتيف برضه سيجنفكتلي بيتر ذان دونر بوزيتيف كبيشنت وكجرافت سرفايفل. فترانسبلانتيشن من دونر اتش سي بوزيتيف في الريسيبيانتس ويز بري ترانسبلانت اتش سي انفكشن. ممكن نشوف البري اكزيستنج اتش سي بي انفكشن ماي ديفلوب اور ماي هاف سوبر انفكشن. يعني ايه؟ يعني لو انا خدت من بوزيتيف دونر لبوزيتيف ريسيبيانت ممكن يعمل انذر سوبر انفكشن بديفرنت جينوتايب او ديفرنت سب سبيشيز.
فمش معناها ان بوزيتيف بوزيتيف يبقى خلاص ان هو عنده يونت. لا، ممكن يكون الدونر عنده جينوتايب او سب سبيشيز مختلفه عن اللي عند الريسيبيانت، فبالتالي هيعمل له اديشنال ريسك. ودايما بيقولوا ان في الروز بقى ان احنا في عندنا سرفايفر ادفانتج سيدي في الكيدني فروم ان انتي اتش تي بوزيتيف دونر اكتر من النسيبه على الويتنج ليست. يعني لو ما قداميش نيجاتيف دونر وما فيش غير بوزيتيف دونر، والكلام ده خاصه في طبعا في الكتابات الليفنج اللي اتاكد طبعا البي سي ار نيجاتيف قبل ما نعمل الكلام ده اساسا كتابات، انما اسيبه على الويتنج ليست ولا اخده من بوزيتيف دونر، اخده من بوزيتيف دونر احسن، خصوصا لما نيجي نشوف السكسس اوف ذا نيو ثيرابيوتيك موداليتيز. فبالتالي دلوقتي بقى في امبورتنت ايشو اوف افيلابيلتي اوف اتش سي بوزيتيف ترابس. وابتدوا يهتموا بالفكت اوف دايركت انتي فايروس ثيرابي among HCV infected kidney transplant recipients. يعني ال recipient خلاص بقى اوريدي اتزرع وهو بوزيتيف او ديفلوبت بوزيتيفيتي، خصوصا الكاتيجوري اللي يمكن هتيجي بعد كده، ان لو واحد اصلا نيجاتيف وخد بوزيتيف جرافت هيجي له انفكشن ويتعالج بقى بعدها ولا لا. فطبعا احنا البيز اللي احنا عندنا هنا ان احنا دونت اكسبت ذس، ان ما بوشيل ديفايس او سنس شويه، والكلام ده ارجع اقوله مره ثانيه ان هو اساسا على كدبات. فالريسبونس دايركت اكتيف ثيرابي واز اكسلنت في البيشنتس في افتر ترانسبلانتيشن اند سستين فايبل ريسبونس ريتس كانوا سيميلر للجنرال بوبوليشن اللي هم مش عاملين ترانسبلانتيشن. لو كنا نتكلم بقى على البوست ترانسبلانت ريسكس مع الهيباتيتس سي فايروس، كان في ريبورتس ان الـ ان الـ ان الاوتكم ممكن يتاثر بالبريزنت اوف اكتف هيباتيتس سي سيتويشن، وخاصه في الايرلي اوف كوبر. الايرلي اوف كوبر اول 6 مانثس دي من البيريود الخطيره جدا في البيشنتس اللي عندهم اتش سي في بوزيتيف سيكونس، ولازم عايز فيري كلوز مونيتورنج اند فولو اب. فلو ان في هاير ريسك اوف ديث during the first 6 months after transplantation but undergoing transplantation نفسها confirm a long term. بس long term ايه؟ في العدة من 6 months، يعني هم الداتا اللي بيقولوها على البيتر او كارت اند سو اون في العدة and could withstand the first 6 months. ما حسبوش الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في اول 6 اشهر، وبالتالي الديوريشن دي is a very critical duration which requires very close follow-up and monitoring. فلو احنا خدنا ان الـ hazard ratio of death في الـ patients اللي عندهم HCV chronic kidney disease on dialysis، لو جينا خدنا الكاتيجوري اللي في اول 6 اشهر وخصوصا عندهم high risk of death، فلاقي الريسك زاد، فعايز better cash ناخد الامور لايك ويلا يزرع وخلاص. العدة لو احنا شلنا دول من الكاتيجوري دي اللي هتزرع، هلاقي ان الاوتكم على اللونج تيرم احسن. فاللونج تيرم هازارد ريشيو احسن بروفايدر ان انا اقدر اعدي الفتره الاولانيه اللي هي 6 مانث ديت من مشاكلها اللي احنا هنتطرق فيها حالا دلوقتي. الكومبليكيشنز ايه؟ في اربع كاتيجوريز مهمه، انما الكومبليكيشن الاساسيه والخطيره ان البيشنتس ار لايبل to undergo infections. Infections عادية خالص. لا علاقة لها بالـ HCV diet، مش HCV hepatitis أو its complications diet. ممكن يجيب له نمونيا كتير، يجيب له infected infections كتير and so on. ودي كانت من الحاجات المهمة جدا. فده من الكاتيجوريز اللي كان فيه follow up and prevented very easy. لو transplant follow up clinic is aware of these infections as to causes أو infection. والكلام ده بيحصل أكتر في الأول 3 أشهر من هذه الست أشهر الخطيرة. وكان في استادي معمول عندنا هنا في مصر، كان في عين شمس،
لقوا ان الهايبر اسبريسيف ريشيو في الجروب اللي عندهم هيباتيتس بوزيتيف سيجنيفيكنتلي هاير ذان دوز هو ار هيباتيتس سي نيجاتيف، انما مش موجود الديفرنس دوت في الليتر ستيجز. فاحنا في الكريتيكال بيريود الاولانيه لازم نخلي بالنا من الانفكشنز اند برومبتلي اند تايملي، يعني تتعالج في الوقت المناسب ما تسيبهاش تتفاقم. من المشاكل الاخرى ان ممكن يجي لي هيباتيتس سي بلوكرايتس، ده وارد طبعا الانفكشن موجود. الانسنس اوف دايابيتس في البيشنز دول كتير، خصوصا ان في دايركت افكت من هيباتيتس سي على البنكرياتيك ايلد سيل، والهيباتيتس سي بيزود الانسنس اوف دايابيتس اند بروبابيلتي اوف جيتنج هايبرجلايسيميا. في كمان حاجات ريليتد للاتش سي دي، ان هو ممكن يزود النيوكليزيا، كلنا بنعرف الترانسبلانتيشن has some risk of post-transplant malignancies including PTLD اللي هو post-transplant lymphoproliferative disorders من الهيماتولوجيكال نيوكليزيا leukemias lymphomas. وفي كلام برضو على ان التريتمنت او اس سي دي او الاس سي دي نفسه يعمل هيباتوسيلولار كارسينوما ليها انسنس طبعا، والانسنس بيزيد ولا بيقل والحاجات دي لسه دي عايزه محاضره ثانيه. انما توتالي كده ان هو التيك والبوكل وفي بايو ماركرز انفكت، ويمكن هي دي المحاضره اللي هنعملها في المؤتمر عن الابيجينيتكس اوف هيباتيتس سي اند دايركت اكتنج انتي فايرال، هقولها ان شاء الله في المؤتمر الجاي بتاعنا وهي نهايه في فبراير القادم ان شاء الله. هنا دي بيقول لنا السترونج كورليشن مع هيباتيتس سي، لو ازرق تابع فنلاقي ان هيباتيك كومبليكيشنز كتيره. الحاجات الثانيه زي النوز والدايبيتس المتوسطه، الانفكشنز لو احنا عرفنا نعالجها من ايرلي يبقى عرفنا باي باس الايرلي فيز، وبالتالي هنبروتكت من الريسك اوف ترانسبلانت هيباتيتس سي بوزيتيف من الاول. الخلاصه ان احنا لو عرفنا نعالج البيشنت قبل ما يزرع بالدرجة الانتي فايرال هيبقى النتائج احسن بكتير، انما لو اضطرينا نزرع العيان هيباتيتس سي بوزيتيف قبل ما نعالجه وعالجه بعد ترانسبلانتيشن ذيس از فيزيبل اند كوريكت اند اكسبتبل، بس عايز سبيشال كير. هنا هنلاقي بقى ان في كومبليكيشنز وكان سيجنفيكانت للانفكشن والماليجنسي والاوكيرنس اوف ليفر سيل فيجر، دي بتاثر على البيشنت سرفايفل في العيانين البوزيتيف. الليبر ديزيز برضه ممكن يبقى اوف سيجنفيكانس، ولو لقينا ان في ابنورمال ليبر فانكشنز كانوا حتى بيسكريفايس الجرافت ويعالجوا بالانترفيرون سنه كام؟ 2012 قبل الدايركت انتي فايرال ايجنتس، فكان ساعتها كان كونسيدر ان احنا نسكريفايس الجرافت هيحصل ريجكشن من الانترفيرون ينيوز ريجكشن على طول. انما دلوقتي بقى البرنسبل ده مش موجود، انا اقدر اعالج نقطه التفكير البيز اللي هي الادويه الجديده الدايركت اكتنج انفايرال من غير اسكريفايس الجرافت. لو جينا نشوف التريتمنت استراتيجي افتر ترانسبلانتيشن مش قبل الزرع، وطبعا علاج قبل الزرع ده بيبقى احسن. هنلاقي ان اللي انا متخوف منه ان الميوسكريسيفز والدايركت انتي فايروس لما استعملهم ان هم الانتراكت مع بعض يرفع الليفل اوف الميوسكريسيف ليفل التوكسيك ليفل، او انه يرفع الليفل اوف الدايركت انتي فايروس، يعني يا اما ده يا اما ده. ولو من الحاجات دي بتتاثر بحاجتين، الترانسبورتر ميتابولايت ترانسفير والابزوربشن بتاعه في الليفر، عندنا تو سيستمز هم اللي بيتحكموا في الافكت اوف ذيس انتراكشنز توجذر. فلازم اشوف الدراج اللي انا هستعمله بيعتمد على انهي ترانسبورتر والنت ريزلت بتاعته، واقدر انقي السوتبل انتي فايرال. وطبعا بيقعدوا بقى يستدي ادويه كتيره هاو ويل بي اكتيفيتد والابزورشن بتاعه يبقى تو ايه، والانتراكشن بتاعه مع الميوسكريسيف ايجنت هيبقى شكله ايه. فبالتالي في عندنا الستايلر ابتيك ترانسبورتر
والهيباتيك ترانسبورت اللي هو الاورجانيك انايل ترانسبورتنج بالبوكتايد، ونشوف كل دراج هيبقى سوتابل تو بي يوز اور نوت، وانهي من السبريشن سوتابل له، هل السايكوسبورين ولا التاكرونيمس اند سو اون. النيو ايجنتس بقى لازم اعرف كل واحد هستعمله افتر ترانسبورتيشن ازاي. هل في افكت على الميو سبريسنس ولا لا؟ وفي عندنا كلام ونشوف مين اللي بيرفع السايكوسبور اكتر ولا مين اللي بيرفع التاكرونيمس اكتر ولا مفيش افكت. في كومباينيشنز ملهاش اي دايركت افكت على الميو سبريسنس ايجنتس، فنلاقي هنا ان في حاجات ما بتقص اي دوز ادجستمنت لما بيستعملهم مع بعض، ان في حاجات نوت ريكومندد وفي حاجات نون دوز ادجستمنت وفي حاجات كونترا انديكيتد. وبقى في سايت مهم يعني بنشوف الافكت على الميو سبريسنس ايجنت وبنشوف الافكت على الدايركت اكتف انتي فايرال، ودي الديفرنت انتراكشنز ولازم انت عارفينها. كاكزامبل هنا ان مثلا لو انا بدي بيشنت ماشي على تاكرونيمس، ممكن لو هيبتدي ياخد التليبريفير والسيبريفير اند سو اون، ممكن الاقي فيه هنا 74 انكريز of the drug. بينما لو انا بستعمل على حسب هنا في مثلا واحد هيزوده 17 فولز، انما لو بستعمل السايكوسبورين هنا ده هزوده 4.6 فولز وهنا 2.7 فولز. والعكس صحيح، في اكزامبلز ثانيه السايكوسبورين هو اللي فيري هايلي ريليتد ده الكرونكس، فبالتالي لازم ابقى عارف الدايركت اكتف انتبار اللي انا هستعمله والميو سبريسنت ايجنت which is more suitable to be used. وطبعا في كمان انتر بيشنت فاريابيلتي، يعني في بيشنتس الدايركت اكتيفايت انتيفايروس الافكت بتاعتها هتخلي التاكرونيمس ليفل ينزل، في بيشنت تانيين هيبتدي يعلى زي ما انتم شايفين، يعني في واحد هيعلى واحد هيفضل، في جروب كتير هيفضل ستيبل. فبالتالي لازم عايز فيري كلوز فولو اب ان ذيس كيسز. وفي تداول محطوطه وهوريكم الفايت اللي احنا ممكن ندور عليه على الانتراكشنز، لازم كلكم تبقوا عارفينهم. لما اكون بستعمل دايركت اكتيفايرال بالميديكيشنز المختلفه والكومبريشنز المختلفه، ودي الميو سبريسنت ايجنتس، نشوف هنا ده لو بستعمل ده مع السيتوسبير لا ما فيهوش اي مشاكل، انما في السيتوسبير مثلا مع السيتوسبور لا ممنوع ما ناخدوش. الكورتيزون مع سام ايجنتس بيعمل مشاكل، مع اذر ايجنتس مفيش. فبالتالي لازم نبقى اوير للكومبينيشنز والنيو سبريسنت ايجنتس. وهنا برضه نفس الجدول بيبين لنا الديفرنت اذر ميديكيشنز ستاتس وهايبوتنسيف ايجنتس اللي ممكن نستعملها مع الدايركت اكتيف انتي فايروس. والجداول دي ممكن تقول لنا ويتش كومبينيشن كان بيوز مش نوت كل دايركت اكتيف انتي فايروس ار سيف افتر ترانسبلانتيشن، فبيطبق على الجنرال بوبيليشن في المانجمنت is not always the same management of these cases after transplantation، حتى لو normal kidney function، وخاصة لو في abnormal kidney function في الـ patient transplant. هنا هنلاقي ان مش كل immunosuppressed patients are to be used freely. هنلاقي ان everolimus is not indicated in many combinations with direct acting antivirals. فبالتالي لو فاكرين الجايد لاينز اللي جت اللي قال استعملوا كل الميو سبريسرز ار سيف، لا دي ار نوت اول سيف، فبالتالي الجايد لاينز مايت بي مس ليدنج اور مس جايد. دي بيبر عملناها ستادي في مصر، دي كانت 2016 على المانجمنت اوف هباتيتس سي ترانسبلانت كيسز، ودي البيبر دي كان اندر سوبرفيجن اور بروفيسور حضر سوق، وكانت باشتراك مع الاستاذه الدكتوره مايا فرنا والدكتور حسين الشاوي وانا كنت مشترك معاهم. كان الكومباينيشن اوف ميديكيشنز ويتش كان بي يوز ان بيشنز ار ترانسبلانتد هافينج كرياتين كليرنس اكثر من 30 او اقل من 30
دي كومبينيشنز لو كان عندي رينال انفيرمنت، ودي كومبينيشنز لو كان اكتر من 30 ملل ارمني. وكان في حاجات بيبقى فايرال بيس، وفي حاجات ممكن تبقى ضغط ريبافايرال. ولو بستعمل ريبافايرال نشوف موديفاي التول. دي اللاست امريكان سوسايتي اوف كيدني اند ليفر ترانسبلانتيشن داتا في 2017، وكانوا بيتكلموا هنا على المانجمنت في البيشنس الانتوكسيكيشن سيج 4 و5، يعني البيشنس من قبل ما يزرع. قال لي كومبينيشنز اوف ميديكيشنز كان في يوز مع السيكيليس سيتويشن، فكان هنا دي اللي بين لنا البيست كومبينيشن والتايب 1 و 4. هنا كان الريكومندد ريجمنت كان الباسبير مع الرازوبريفير، وده 12 ويكس والجريد بتاعه 1 دي، يعني الليفل المهم بالسيجنفكنس. وفي انذر كومبينيشن ليس بريفير مع الباسبير برضه عايز فتره من 8 الى 16 اسبوع، يعني هناخد الكارت برضه 12 ويكس لما يبتدي بيها الكومبينيشن بتاعها. لو جينا بقى اللي زرعوا ريسنت جايد لاينز، هنا بيقول بقى ايه التريتمنت اوف نايف اند اكسبيرينسد كيدني ترانسبلانت بيشنز اللي زرعوا فعلا بجينو تايب 1 او 4. هنلاقي ان الكومبانيشن اوف ريسنت بابابير والتبريد الاسفير والفيكس دوز اوف ليد الاسفير والسوفس كوبير هم اللي واخدين جريد 1 اي في الجايد لاينز. دي الدوز ادجستمنتس بتاعت الريبافايرال مع السي بي دي. وده السايكل المهم اللي لازم كلنا نبقى عارفينه اللي هو ليفربول هيباتايتس دراج انتراكشنز. ممكن بتكتب الدايركت اتاك الانتيفايرال اللي انت بتستعمله مع الميكسابريسك ايجنت يقول لك لا ده نوت يوز يطلع لك دي. وبعد كده ممكن يقول لك مع كومبانيشن ثاني مع تاكرونس انه عايز دوز ادجستمنت فولو اب، وممكن يقول لك نو انتراكشن ممكن. ده سكسسفول تريتمنت اوف بيشنتس بعد الترانسبورتيشن تلاقي الفيرال لود بي سيجنفكتلي بي ريسبوند للدايركت اكتيف تريتمنت. فبالتالي تريتمنت اوف هيباتيتس سي افتر ترانسبورتيشن using the new direct active environment is safe and efficacy efficacious. وبالتالي لازم نخلي بالنا في الفيز الاولانية قبل العلاج او during treatment ان ما يحصلش نوريا او ندي نيركيرشنز. لو حصلت ان مونيتور البالر اكتيف بودي اللي ممكن يبقى فيه عندنا تندنسي ان هو يزيد، فالنوريا ممكن تزيد او ما تزيدش. والافيلابيلتي والاس بي بوتل كراس نتيجه هذا السكسسفول تريتمنت بقت نوت اوبسوليت. وبالتالي البري كلينيكال ايفالويشن من الحاجات المهمه جدا تو مانج فتات السي قبل وبعد الترانسبلانتيشن ار بي سي. البلازما الشربت لو سيلد نيجاتيف دونر تو نيجاتيف ريسيبتر ديفنتلي كان ذا بيست اوت كام، يعني معنى كده ان عالج قبل الترانسبورتيشن سكتل. تريتمنت اوف هيباتيتس سي بوزيتيف ريسيبيانتس قبل الترانسبورتيشن از ذا ايديال، بارتيكولر لو كان جاي بريزنتنج ذا برايمري جي ان. التريتمنت اوف هيباتيتس سي بوزيتيف باي دايركت اكتيف انتيفايرال بعد ما زرعوا يعني از فيزيبل وافيشنت اند سيف، خاصة ان احنا لو عملنا ان فيري كلوز فولو اب اول ثلاثة وست اشهر من ان احنا ما جبناش انفكشنز وبيتريت للتسريك يبقى عالي قوي في اول ست اشهر لو ما خدناش بالنا. وعندنا ان البوزيتيف دونر البوزيتيف ريسيبيانت اكسبتبل في الايرا اوف دايركت اكتيف انفايرمنت، البوزيتيف دونر في حاله كدبان تو نيجاتيف ريسيبيانت از نوت ابسولوتلي كونترا انديكيتد واكسبتبل خاصه بالسكسس اوف دايركت اكتيف انفايرمنت. أهلاً بكم مرحبا. وصلنا لدكتور جمال على المحاضرة القيمة. طيب سيدة طبعا مشكلة قومية ومشكلة مرهقة للناس كلها. يعني يمكن أنا عاوز أحط بس ثلاث أربع خطوط تحت كلمة كلوز أوديتوريوم
بعد حتى تريتمنت، لانه ممكن الافكت بتاع الدارك انتيفايرال على الايموس ابريسيف يمتد لفترات طويله ايفن 1 يير افتر ذا اند اوف ثيرابي. فلابد ان احنا نتابع العيان كويس. اهنيتي سؤال دكتور كمال او سؤالين كده. مفيش اسئله؟ اتفضل. شكرا بيه على الحالات اللي كان عندنا شويه كونفليكت، والدكتوره مايكل كانت حاضره في هذا الكلام، واحنا في القصر العيني في الملك فهد ان كان عندنا بوزيتيف دونر وتعامل وبعتناه يتعالج، وده هي في الاير اوتامك انتي فايرال وبقى نيجاتيف، وبعد كده حصل مشاكل احنا بينا وبين بعضينا، قلنا لا ده السيل بوزيتيف مش بوزيتيف ما ينفعش مش عارف ايه. اولدو زي جيف ذا برايورتي في الكوميتي تو تريت واحد عشان هيبقى دونر لان ات سيف، وخصوصا ان لو باي اني نير تشانس في انسايتو فايرال ريبليكيشن في الليفر ومش ظهرت في السيركيليشن والسستين فايرال ريسبونس عاملين عنها والسيف فايروس وهيطلع في جوه سيلز او الليمفوسايتس او المونوسايتس وحصل له ترانسبيشن ار سي سيف، فهيقدر ياخد تريتمنت افتر ترانسبيشن. فالسستين فايرال ريسبونس بي سي ار نيجاتيف از سيف، ولو في فيري مينيمال تشانس ان يحصل ترانسميشن ذير ويل بي نو بروبلم اند هي ويل بي تريتد افتر ترانسميشن. بس لازم اعالجه هو الاول، مش اخده هو بي سي ار بوزيتيف اعالجه واتاكد ما حصلوش كومبليكيشن للدارك انتي فايرال، لان ممكن يعني بيقول يا ابني نفراكس اند فورد حسين كان بيقول حالا دلوقتي، فاعالج الدور ده واتاكد ان فيز اللي حصل له 1 يير سستين بايد ريسبونس بي سي ار نيجاتيف نو كومبليكيشن من التريتمنت ولا من فتاك السي دي بي كالبرومان فلاكس وكالبرومانيا والاكسترا فاتيك كونفرسيشن هل كان في كونسيدر. اذا دكتور لو سمحت لي دكتور جمال حاجه تضيف في النقطه دي بعد اذن حضرتك، القصه مش ليبرال قوي كده، يعني المفروض الحالات دي تناقش على اعلى مستوى القصر العيني عندنا في المنصوره كونسنسس ميتنج على انديفيدوال بيزس، وما ناخدهاش يعني فلكسبيتي ان احنا كنت برضه نديها وضعها، ومحتاجه اكسبيرت وكليرنس للمالتي سبيشاليتيز، مش واحد بس يا فرد. هو احنا زي ما حضرتك بتقول والدكتوره مايا فاكره ان احنا عملنا كونسنسس ميتنج بالظبط عيني، ومش بس كان كونسنسس لوكال زي ما حضرتك فضلت، احنا بعتنا اسك اكسبيرت كمان مش اسك اكسبيرتس انترناشونال، وكنا بنسافر مؤتمرات مخصوص عشان نسال الاكسبيرينس البروفيسورز فيها، وخدنا اقاويل برضه اللي قال لك لا ده سستين باي ريسبونس خليها 3 ايام بلاش 1 ايام، في اللي قال لك ده لازم تعمله الليفر تتاكد ان مفيش، وفي ناس قالوا لك ده يتسكت بسرعه. يعني بس يعني اتخذ على هاي بريورتي وهاي ليفل من الاكسبيرت. احنا بس عشان الوقت هنكتفي بهذا القدر، نشكر الدكتور جمال وهنروح الوقت بريك 3 ساعات.